يعني هو مبدئيا بس اعتقد استنى، لا اصل هو يجي يقول لك ايه، اصل انا ضد ان انت حر في رايك، مش معنى كده انك تلغي الناس كلها، انا ضد ان يبقى فيه بص، هو تحكيم مبدئيا اجنبي. العميد ثروت سويلم اكتر حد كان بيتدخل في لجنه الحكام، وفاكرين مقوله اصل المستشار مرتضى عايز ياخد بطوله فهنجيب له حكم مصري. لا اصل جبنا له الحكم اللي بيحبه. ده التصريح التاريخي قبل مباراه الزمالك وسموحه. هو العميد ثروت سويلم مش هيجرؤ لا هو او غيره يتدخل مع واحد اجنبي. ففكره ان انا اجيب خبير اجنبي غير قابل للتدخل، لحد هيعمل له تليفون ولا هيغير له حكم ولا هيوصيه على مباراه. ده بيحصل في الفتره اللي كان العميد ثروت حريص جدا على الحكام المصريين لزوم التدخل. انا بقول لكم بناء على معلومات وواقعه والله. فعشان كده الراجل يا سياده العميد انت جزء من اتحاد الكره المرشح في الرابطه، انت ما انتش الرابطه، لانه لما تقول الرابطه ما اتفقتش وما طلبتش، هقول لك الحاج محمد مصلحي بلاش اللي قاله لك، اعتقد امير هشام، وقال لك الاستاذ نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي معايا على التليفون قال له اه اتفقنا. اعتقد لما تسمع كلام الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد المفروض تبقى فيه كلام تاني. هل فعلا كنت حضرتك شاهد عيان في اجتماع رابطه الانديه مع الكابتن الخطيب والكابتن حسين لبيب على وجود رئيس لجنه حكام اجنبي؟ كان في جدول اعمال لهذا الاجتماع. من ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع كان حاجه واضحه جدا جدا، وانا افتكر الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب منيها، ونفس الكلام الكابتن حسين لبيب، وتقريبا كل الساده الرسائل الانديه اللي كانت موجوده. انه اتفقوا على حاجه، وده بشهاده الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره. وتم الاتفاق، والاجتماع ده كان قبل بدايه الدوري بحوالي اكثر من شهر، ان يتم تعيين لجنه جديده للحكام، واللي يرأسها خبير اجنبي. والكلام ده كان واضح جدا للجميع، وكله اكاد بقرار الاستاذ جمال علام بصراحه. الوقت كان عمال يمر ويمر بسرعه، لغايه ما زي ما حضرتك قلت ابتدى الدوري. معلش معلش يا حبيب انا اسف، هو حضرتك بتقول كل اشاد بقرار الاستاذ جمال علامه، الاستاذ جمال علامه هو اللي اقترح ان هو اجنبي وحضرتك وافقتوا؟ لا، ده اللي عرض الموضوع كل وسائل الانديه ان يتم تغيير لجنه الحكام في خبير اجنبي. الاستاذ جمال علامه اقر الموضوع. اقر الموضوع تمام. وقال ان في الاجتماع يعني دي فرصه ان احنا خلال الشهر كفضل الشهر لسه على بدايه الدوري ان يتم اختيار خبير اجنبي لاداره لجنه الحكام. تمام. بصراحه بقى محمد بيه يعني هم رؤساء الانديه هيعرفوا اكتر من استاذ ثروت؟ يعني انتوا هتعرفوا انتوا قلتوا ايه اكتر منه؟ هتعرفوا هو رئيس الاتحاد قال ايه اكتر منه؟ يا اخوانا لا مش كده. اذا كان فقد حدثت بينه وبينه. ايوه، لانه الحقيقه مفيش اوضح من الكلام اللي قاله الحاجه. طبعا، وقال لك ده خيار الانديه كلها واكد عليه بس ايه، مش معنى انه اقرها الاستاذ جمال علام انه هيعمل كده.